نعم. شيخ حفظكم الله، بالنسبة لنقل الأعضاء من شخص إلى شخص آخر قبل الموت أو بعده، هل في ذلك إشكال؟ نرى أنه لا يجوز، لا قبل الموت ولا بعد الموت، حتى لو أوصى به، حتى لو أوصى به الميت وقال إذا مت فأعطوا قرنية عين فلان أو كلية فلان أو كبد فلان أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز أن تلف هذه الوصية، لأنه وصية من محرم، والوصية بمحرم لا تنفذ. وقد ذكر ذلك أهل العلم، وارجع إلى كتاب الإقناع في فقه الحنابلة في كتاب الجنائز في باب تغسيل في فصل تغسيل الميت، تجده تماما نص على أنه لا يجوز أخذ شيء من أعضاء الميت ولا أصابه. واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسر حي. وكيف يجوز هذا؟ أنت لست حرا في نفسك، لقد قال الله لك: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقتل النفس ليس معناها الواحد يأخذ السكين ويذبح نفسه، حتى كل شيء يؤدي إلى الضرر فهو من قتل النفس. الدليل، الدليل أن عمرو بن العاص بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية وأجنب ذات ليلة، وكانت الليلة باردة، فتيمم وصلى بأصحابه، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكانت الليلة باردة، فتيممت وصليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا أو منكرا؟ مقرا، لو كان منكرا نبه. فأقول إن نقل الأعضاء محرم في الحياة وبعد الممات. فإن قال قائل: أليس إنقاذ الإنسان من الهلاك واجبا؟ فالجواب: بلى واجب، لكن هل هو الآن جائع ومعي طعام؟ يجب أن أطعمه إياه، عطشان ومن الماء يجب أن أعطيه إياه، لكن أن أقطع شيئا من أعضائي له هذا لا يجوز. عرفت؟ شبه بعض الناس في هذه المسألة الذين يفتون بالجواز، شبهوا بأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الخضر قتل غلاما وكان كافرا، وكان أبواه إيش؟ مؤمنين، الآية. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يعرقهم وطعنا وكفرا. قالوا: هذا قتل لأجل مصلحة الوالدين. فنقول: الله المستعان، أين الاستدلال بهذا؟ هذا الغلام كافر، والكافر دمه حرام ولا حلال؟ ها؟ دمه حلال، ثم هو كافر مفسد أيضا، لأن يقول: خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فإذا كان كافر مباح الدم فلا دلالة فيه، لأن كلامنا في من كان معصوما. فالحاصل أن هذا هو رأيي، وكذلك هو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كما سألته في مجلس هيئة كبار العلماء، وقال هكذا إنه حرام. كل من تأمل النصوص وجد أنه حرام. ثم فيه مفسدة الآن، في بلاد أخرى يسطون على الصغار في الأسواق، ويأخذ الصغير ويذبح ويأخذ كبد ويبيعها ملايين الدراهم، يعني هم لا يخافون الله ولا يرحمون عباد الله.